الكثير يتهم زينب بأنها على خلاف كبير مع محمد قاسم بالفترة الماضية بسبب ابتعاد عن العراق وبغداد تحديدا. تفينا من الميديا يعني ما صور سوى أنا وحدي إعلاناتي وحدي. أول كان وقت يقول أنا دا أخذ راحة نفسي. الكثير يتهم رؤية بأنها على خلاف وابتعاد من محمد قاسم وشيماء قاسم. يعني وصلت فيهم المرحلة يذبون الكلام عينك عينك ويردوني بس تطلع من عندي ردة فعل على مود أتعارك على مود يصورون على مود ينشرون يقولون شوفوا أخلاق رؤية. زينب اليوم متزوجة على حب. ما أدري أنا ضد هذا الشيء. أكو خلاف قبل فترة صار بينك وبين شركة طرحت منتج إلك وأنت كنت الضحية، سولفي لي بهذا الموضوع. بشرتي حرفيا وصلت المرحلة إنه ها هي وجهي راضي تشوه.